يأتي هذا اللقاء الذي تم تنظيمه بتعاون مع نادي الصحافة استمرار الأنشطة اللي كتقوم بها لجنة إحياء الذاكرة الإعلامية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بتكريم الرائد سي محمد بن ددوش رائد الإعلامي الكبير ودولك بتوجيهات السيد رئيس المدير العام للشركة بهدف ربط الرسالة الإعلامية التي تعتبر مرتكز عمل الشركة الوطنية كإعلام عمومي وذلك لربط هذه الرسالة من جيل إلى جيل وكذلك في إطار تبادل التجارب ما بين جيل الرواد والجيل الحالي والجيل الوسيط. هذا الحفل التكريمي هو من الساعات القليلة في حياة الإنسان، لأن التكريم لم يكن في كل يوم أو في كل شهر، بل هو نتيجة لتراكمات في ميدان العمل ورضا الجمهور على المكرم. وأنا سعيد بهذا اللقاء مع رجال الإعلام والمؤسسات الرسمية الإعلامية التي أبت إلى أن تكرمني بهذه المناسبة، وهي المناسبة بمناسبة صدور كتابي الثاني حول حياة المهنية. فالتكريم هو مادة تحيي النفوس وتحيي النفس ذلك الصحفي الذي غادر مثلا دار الإذاعة وغادر أصحابه وأصدقائه في المؤسسة الإعلامية. فهذه المناسبات تذكير بماض جميل، بماض قوي بالإنتاج، والحمد لله على ذلك. وشكرا لكل من تعاونت معهم وتعاونوا معي خلال السنوات الطويلة التي قضيتها في دار الإذاعات والتلفزة المغربية. أنا سعيد جدا بحضور هذا الحفل التكريمي لمعلمة من معالم الصحافة والإعلام في المغرب، رجل حاول أن يكتب سيرة مهنية وحاول أيضا أن يكتب سيرة وجدانية لكي يعطي فكرة مفصلة عن كل ما عاشه وخبره في هذه المهنة، ليس فقط لكي يقرأها القراء ولكن ليستفيد من الجيل الصاعد الذي يمكن أن نعتبره أي سي محمد الدوش نموذج لهذا الجيل الصاعد الذي يجب أن يشتغل بجد واجتهاد من أجل أن ينجح في مهامه وخاصة في المجال الصحافي. سي محمد الدوش عرف مهام كثيرة، كان صحفياً، كان مراسلاً، كان مدبراً في الإذاعة والتلفزة، وفي كل هذه المحطات أبان عن حب لمهنته وحب لهذا البلد الذي يعتبره بلده، فهو مغاربي للأساس، مغاربي حتى النخاع. فنحن نتمنى له الصحة والعافية وطول العمر. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.